انا عايز بس اوري حضراتكم قد ايه الناس في او الجمهور الترجي مهتم بهذه المباراه. اتفضلوا لو سمحت يا سمير، لو في صوت شغله لو سمحت. تدريب امتى؟ النهارده قبل السفر هيسافروا بكره. الحقيقه انا كنت بسال التدريبه دي كانت امتى؟ انا كنت فاكرها امبارح، ولكن اتضح ان التدريبه دي النهارده قبل يوم السفر للقاهره لملاقاه النادي الاهلي. انا بس حبيت اوري لحضراتكم زي ما قلت لكم خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا، زي ما قلت لحضراتكم خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا، ويا ريت اشارك في هذا الموضوع دايما. كنت بقول يا جماعه صدقوني الفرق الكبيره اللي زي الترجي دي مفيش حاجه اسمها وحشين كويسين، ممكن جدا بيقوموا بسرعه وبيقفوا بسرعه، والفيديو اللي حضراتكم شفتوه ده اكبر دليل اعتقد. يعني